والله شوف، انا هقول لك حاجه يا استاذ مصعب. انا هتكلم عن الانتخابات في حد ذاتها. احنا عندنا مشكله بالمناسبه في اداره الانتخابات. هنتكلم انا عن المستوى الرياضي ده، تفضل. خليني من باقي الانتخابات. انتخابات الاتحاد العام في الفترات اللي فاتت بالمناسبه كانت بتجي بطريقه معينه، ومعلومه للجميع ما هي انتخابات حقيقيه ولا هي انتخابات تجيب لي الرجل المناسب في المكان المناسب. دي واحدة. اثنين، عبارة عن تكتلات بالضبط. أنا ما حفصل فيها، الشعب السوداني واعي والناس كلها عارفة، وما ما إحنا في برنامج عشان نفصل، لكن إحنا بنتكلم عن إنه عايزين الحاجة الصحيحة. ده إحنا كلامنا في البرنامج، وعايزين أتمنى إنه نعمل الحاجة الصحيحة، ونتمنى إنه إحنا بنكون بندي نقاط بتصب في المسار الصحيح. طيب، أنا عايز أقول، هل السودان يعني ما فيه غير الأسامي اللي إحنا بنسمعها دي؟ ده رأيي أنا. يعني أنا ما ضد بروفيسور كمال شداد، رجل أحترمه، قوامة كبيرة، يحظى بعلم عالي، ما قدر يوظفه على المستوى الإداري والتنفيذي. ده اللي إحنا شفناه. أنا اللي بعرف إنه أنت اللي بتعرفه بتنزله ونتائجه بتظهر. دكتور معتصم جعفر أنا أحترمه جدا، رجل مثقف وعالي ومحترم جدا، برضه مسك الاتحاد. الاسمين ديل من 2010 احنا بنسمعهم. صحيح ولا انا غلطان؟ صحيح. من 2010 احنا بنسمع كمال شداد، معتصم جعفر، معتصم جعفر، كمال شداد. هل السودان ده ما فيه الا انا بقول المتنافسين الاثنين ديل بمجموعاتهم؟ انا دي الحاله بتحزنني. احنا لازم نطلع من الروتين ده، يعني نطلع من الافكار. انا بعتبر الاثنين بالنسبه لي افكار قديمه خلاص، دي لا تحظى انها تمشينا لقدام. احنا قبل كده ضربنا أمثلة في اليابان، في ألمانيا، في المملكة العربية السعودية بالطفرات اللي بتحصل بالأفكار. ما أنا ما ممكن من 2010 ل 2021 بيجوني الناس بنفس النهج.